مات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الفصل. في إيه؟ تعال. صاحب الكارت ده طالب يقابل سعادتك. بدران الشواف خليه يدخل. اتفضل يا أستاذ. صباح الخير يا مصطفى بيه. أنا بدران الشواف وكيل البلاء. هنبقى دفعة واحدة وهتعرفني بنفسك. ازيك يا مصطفى؟ بيه. ازيك يا مصطفى بيه؟ اتفضل. أهلا بدران. أهلا. قول لي بقى أنت جاي في إيه؟ جاي في إيه؟ جاي مع البنات دي، أنا الوكيل بتاعهم، بنات الغلابة دي اللي أنتوا متهمينهم ظلم، اللي من ضمنهم بنت متهمينها كمان بالقتل ظلم برضه. وأنا من البداية كده بطعن في إجراءات المباحث. قبل الطعن وقبل المرافعة اللي أنا شامم ريحتها، مش تقرا المحضر الأول؟ مش ده اللي اتعلمته يا أستاذ؟ أنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة خالص. كده كويس قوي. الحكاية مش حكاية عيل ولا ورقة. الخيانة إحساس بشع، والإهانة إحساس أبشع. أنا فعلا لازم أعمل كده وحالا. على فكرة يا عمروتي، رمانة ما نزلتش البيبي. عموما انا بعت اجيب البت المتهمة في جريمة القتل في الشقة المشبوهة. مش هي دي اللي انت جاي عشانها؟ وعشان البنات اللي اتمسكوا معاها في حالة تلبس، مش هم دول موكلينك يا متر؟ من غير تقطيع يا مصطفى بيه. اللي انا فيه ده نتيجة طبيعية لكل اللي بيحصل حوالينا، ولا ايه؟ وبعدين دول الموكلين. لجأوا لي وثقوا فيا ووكلوني، وأنا لازم أدي واجبي. أنا شفت اسمك في قضايا أرخص من دي بكتير، وكنت بحزن قوي. ده شغلي. شغلي يا مصطفى بيه. بعدين جت عليا أنا. ناس كتير ما تسويش، بتدافع عن ناس ما تستاهلش، وبالطريقة دي الاتنين بيكبروا. بس بيفضلوا صغيرين قوي قدام روحهم. أنت استسهلت يا متر. وسخرت مواهبك في قلب الحقايق، وما شفتش من القانون الا ثغراته. ما البلد كلها اتملت ثغرات، وبقى يسموها فرص. من حقي بقى انا كمان استغل اي فرصه عشان اطلع لهم فوق. فرصه جات لك لما لبست البالطو ووقفت قصاد المحكمه. كان ممكن تبقى زي ناس كتير قدروا يصمدوا، قدروا يفضلوا بني ادمين، وناس قدروا قيمه البالطو ده وتعاملوا معاه على انه شرف مش أي حد ينوله. لا يا فندم. خليها تدخل. أنت؟ أنت إيه اللي جابك؟ عايز مني إيه تاني يا بدران؟ إيه؟ جاي تتفرج عليا ولا عايز تشمت فيا؟ سعاد، مش هو ده المحامي بتاعك؟ فيه إيه؟ ده آخر بني آدم ممكن أخليه يدافع عني، ولو الدنيا كلها خلصت وحياتي بقت في إيده مش عايزاها. حبل المشنقة أشرف لي بكتير من براءة تيجي من واحد زيك. بعد إذنك يا باشا هرجع الحجز تاني. بتقول لها بذاكر البصر يا بابا اللي كتير عشان اذاكر بتاعنا اتقربت. داريها بتسهر وبتشرب واخر تبقى تم مخدرات. بيقولوا شمت شمه طبت ساكته على الارض قطع النفس خالص.
لما فتشوا الشنطه بتاعتها لقوا كيس بودره مكتوب عليه كلمه كاتبها لي تقولها لنا الطلبه العلا. حطها على الجهاز وحطها على باب اوضه العسكري ويعني ما يصل تاني. فضلك بتحبك قوي يا خميس وما تشقلبش على الا بعد جوازتك التانية. كانت يا عيني متشعلقه اشياء ولما اتقطمت الاشياء وقعت على جدور رقبتها. انا مش عارفه بقول لك الكلام ده ليه، مش عارفه. يمكن تكون انت اخر نفس ليها عشان ترجع لحضني تاني. عليك العوض ومن الحوض، عليك العوض ومن ذاك العوض يا رب. يا ترى يا بنتي يا ترى يا الواد ده غبي، فاكر اني مش هعرف ولا ايه؟ عايز يكوش على السوق وياخد مكاني؟ ده اكيد اتجنن. سعادتك هو خرج من المقابله وفاكر انه قفش الليله، ده بعده. مش هو ده بدران اللي انت كنت بتدافع عنه؟ كله بامر ما عليك يا باشا، بس يمكن خميس ما يقصدش لسعادتك. فهمته خميس ولا قص ولا فصل يا بدران، ده حتى البيت رمانه ما نزلتش العيل. لا ده قمرها تنزله يا باشا. يبقى يا اما هي ضحكت عليه يا اما هو بيضحك علينا. طب وليه ما تكونش نزلته فعلا يا باشا؟ فوق يا بدران، فريده راحت للبيت رمانه وقالت لها ان هي حامل وهتخلي العيل مش هتنزله. ايه ده سعادتك؟ فريده هانم بنفسها راحت لرمانه؟ ده معقول؟ عشان كده البيت رمانه دي خلاص خالص. وهي ذنبها ايه يا باشا؟ اسكت خالص يا بدران، مش عايز اسمع صوتك. امال جهز نفسك، عندك شغل. جاهز وعلى المفتاح واني تايم. الساعه 7 بالظبط تكون عندي. بعد ما نزيح خميس ازهلك النوح وابنه وتطلع انت وتقعد على العرش. يا ابو جاشبيه، انا فندق واحد يا ريس اللي على الطريق الصحراوي ده. يا باشا العنوان مظبوط، هي شوق بشحمها ولحمها. يا باشا اعتبره حصل. شوف يا مالت، كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بقى